بسم الله الرحمن الرحيم معانا يا ولاد درس جديد من دروس المفهوم الاول في المنهج الجديد في الترم الثاني درس الثالث اسمه حفظ الطاقة تعالوا كده ناخد مثال تمهيدي الشكل اللي قدامنا ده بيمثل مين؟ بيمثل حاجة معروفة لنا جدا اللي هو المصباح الكهربي واللي بيشتغل بالطاقة الكهربية طب بعد ما يشتغل بيطلع ايه اهو بيطلع ضوء يا مستر يبقى طاقه ضوئيه طب لو ولد بعد خمس دقائق إجا كده حط صوابعه جرى لمس المصباح هيلاقي المصباح ايه؟ هيلاقي المصباح ساخن يبقى مش ضوء وبس امال ده ضوء بيصاحبه خروج حراره تمام تمام سؤال صح وغلط المصباح الكهربي ده بيحول جزء من الطاقة الكهربية داخله إلى طاقة حرارية كلام سليم والدليل إنها وجدت ساخنة بعد تشغيلها طيب الغرض من المصباح الكهربي هو الحصول على الطاقة الضوئية كلمة الغرض يعني الهدف يعني إيه الهدف؟ يعني أنت بتشتري ليه؟ عشان يسخن ولا عشان يضيء؟ عشان يضئ طبعا يبقى الغرض منه طاقة ضوئية أيوة يا عم طاقة ضوئية طب أمال الحرارة دي إيه؟ دي طاقة مصاحبة طاقة مصاحبة ولكن مش ده اللي أنا عايزه مش ده هدفي أنا مش شاريه عشان كده طيب تحولات الطاقة في المصباح الكهربي بتشبه تحولات الطاقة في الراديو هل الكلام ده صحيح اقوله خطأ طب إيه الدليل على كده المصباح الكهربي ياخد طاقة كهربية يدي طاقة ضوئية وحرارية، إنما الراديو ياخد طاقة كهربية يطلع طاقة صوتية، يبقى التحول مختلف. تعالى كده ناخد حاجة جميلة، هو إيه اللي بيحصل لتحولات الطاقة لو ولد بيفطر عند تناول وجبة الإفطار؟ دي مين؟ دي صورة الولد وهو بيفطر. طيب، تناول طعام الإفطار بيخلي جسمي ياخد طاقة من الأكل؟ أيوه. طاقة موجودة في الطعام، طب اسمها ايه؟ اسمها الطاقة الكيميائية. طب ليه مستر طاقة كيميائية؟ لأنها بتنتج عن تفاعلات داخل جسم الإنسان. طيب الإنسان أكل وحصل على الطاقة الكيميائية، لو الولد ده بقى نزل راح أخد العجلة بتاعته ودايس على الدواسة بالقدمين، يبقى الطاقة الكيميائية اللي خدها من الأكل تسكت؟ لأ تتحول. يعني إيه تتحول؟ يعني الولد ده هيستهلكها زي ايه بالظبط انت معاك فلوس معاك 10 جنيه رحت جبت ب 2 جنيه ملبس يبقى استهلكت جزء جبت بجنيه البان استهلكت جزء جبت بخمسة جنيه كيس كاراتيه استهلكت جزء لحد ما الفلوس تخلص منك هنا الولد بيقعد يستهلك من الطاقة لحد ما يقول لك خلاص ما عنتش قادر، ده أنا خلاص صحتي بقى خلاص مش قادر من المجهود، أنا عايز آكل، تاكل ليه؟ عشان تديله طاقة جديدة، ويستعملها من أول وجديد وهكذا، يبقى الطاقة الكيميائية الولد يستعملها في العجلة يبقى تحولت لطاقة حركية. طاقه ايه حركيه لان في مجهود طب لو الولد وقف بالكاوتش كده وداس فرامل ونزل رجليه على الارض وحصل احتكاك بين اطار الدراجه وبين الاسفلت يبقى الطاقه الحركيه اتحولت لطاقه ايه حراريه اشمعنا لو جيت جسيت على الفرامل او الكاوتش هتلاقيه ايه ساخن يبقى في تحول مهدر في صورة طاقة حرارية شفت التسلسل يبقى الولد اكل حصل على طاقة كيميائية ركب العجلة يبقى طاقة حركية داس فرامل وحصل احتكاك يبقى طاقة حرارية يبقى دي اسمها ايه تحولات الطاقة الطاقة موجودة ولكن كأنها اتحولت لحاجات تانية زي ما كانت الفلوس معاك بس اتحولت اتنين جنيه في الكاراتيه و3 جنيه في الشيبسي وجنيه في اللبان والملاك وهكذا حصل تحول حصل انتقال يلا مع بعض نشوف تحول آخر فين تحولات الطاقة عند إضاءة المصباح الكهربي. فين المصباح الكهربي؟ أدي المصباح الكهربي، أدي الكشافة طب إيه اللي يحصل لو أنا شغلته؟ بيشتغل بالطاقة الكهربية يطلع طاقة ضوئية تضيء الغرفة ودي الطاقة اللي أنا شاري المصباح من أجلها. ولكن هناك جزء من الطاقة الكهربية بيفقد ويروح في صورة طاقة حرارية والدليل على كده الولد بيحط دراعه ازاي لا دراعه حاسس بايه بالسخونة طب الولد ده لو قاعد تحت مصباح المكتب فترة يلاقي وشه ده الجميل احمر وودانه احمرت وسخنت من اثر مين من اثر الحرارة الناتجة من المصباح الكهربي اهو اذا وضعت يدك بالقرب من المصباح عند تشغيله لفتره ستشعر اليد بالحراره يبقى الغرض من المصباح الكهربي الحصول على الطاقه الضوئيه وهو بيشتغل بالطاقه الكهربيه طب الطاقه اللي بتفقد في صوره طاقه حراريه انا اصلا اصلا مش عاوزها يلا نقول بقى جمله مفيده ان قد تغير الطاقة من صورة لصورة اخرى ولكن الطاقة الجديدة لا يمكن ان تستحدث من لا شيء والطاقة القديمة لا تختفي أمال بتتغير من صورة لصورة أخرى طب ده له اسم في العلوم يا ولاد آه اسمه قانون بقاء الطاقة وذكرنا قبل كده قانون بقاء الطاقة النص بتاعه بيقول إيه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم لا تفنى يعني ما راحتش دي اتحولت وبس لا تستحدث من العدم يعني مش جايه من لا شيء امال تتغير من صوره لصوره اخرى ده اسمه ايه يا جماعه قانون بقاء الطاقه وده مهم جدا تعال مع بعض الشريحه عباره عن بعض الاسئله الاخيره اكمل مستخدما الكلمات الاتيه حراريه، كيميائيه، تفنى، لا تفنى. نمره واحد يمدنا الطعام بالطاقه ايه؟ ايوه لسه قايلينها الاكل بيدينا طاقه كيميائيه. طب عند تشغيل المصباح الكهربي فان الطاقه الكهربيه اللي اشتغل بيها بتطلع لطاقه ضوئيه ايوه وكمان طاقه ايه؟ اقوله طاقه حراريه ناتجه عن السخونه من اثر التشغيل. نمره ثلاثه الطاقة ايه؟ ولا تستحدث من العدم، الطاقة لا تفنى، يعني ما راحتش، ولا تستحدث من العدم، واللي اسمه قانون بقاء الطاقة، صح وغلط، لا تحدث تحولات للطاقة عند تناول العشاء، أقول له إزاي؟ في تحولات في العشاء والفطار والغداء، نمرة اتنين، تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية بس. عند تشغيل مصباح الطاولة أقول له غلط إلى طاقة ضوئية وكمان طاقة حرارية مصاحبة نمرة ثلاثة قانون بقاء الطاقة بيقول الطاقة لا يمكن أن تتغير من صورة إلى أخرى أقول له غلط القانون بيقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وأيضا تغير من صورة لصورة أخرى تمام يا أولاد تمام تخلصنا درسنا حفظ الطاقة <applause> يا رب وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما اقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناه روائع البيومي وتابعنا على صفحه مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي